كابتن صفا، حدثنا عن استعداد الفريق للمباراة القادمة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، استعداداتنا استعداد جيد للمباراة غد. تعتبر مباراة غد هي المباراة الحاسمة تقريبا. المنتخب السوري من المنتخبات المميزة، دائما ما يكون ند أمام المنتخب العراقي. احنا علينا كلاعبين أن نركز بهذا المباراة ونحسمها قبل مباراة اليمن، نحسم بطاقة تأهل إلى نهائي غرب آسيا إن شاء الله. كابتن صفاء، بعيد عن المنتخب الوطني، الفترة الأخيرة كثر الحديث صفاء خارج أش النوارس، ما يدار أو ما نسمعه صحيح أم لا؟ تعرف الكثير من المواقع تنزل يعني كل اكو اخبار يعني غير صحيحه، والان انا مع المنتخب ومركز بالمباراه المنتخب، وهو الاهم انه نكسب هذا البطوله ونفرح جماهيرنا، وبعد البطوله ان شاء الله الزوراء ينتظر كلمه من صفاء، رساله اطمئنان. اطمئنان انه كل الجمهور ويعرف انه شنو صفاء وشنو قيمته داخل النادي، انه نركز بهذا المباراه ونركز بالمباراه اللي بعدها، وان شاء الله بعد البطوله نحسم وجهه المقبله.